واحد بيقول ما مدى صحة تعبير فداء مجاني بدم المسيح؟ هو فداء مجاني فداء مجاني لأن الكتاب بيقول كده، لكن له شروط، له شروط للاستفادة منه. وسموه مجاني لأن الثمن نفسه لم يدفع، اللي هو الموت، اللي هو إيه؟ الموت. من يخطئ يموت، النفس التي تخطئ هي تموت، فالثمن لم يدفع اللي هو الموت، عشان كده سمي مجانا. لكن له شروط، زي مثلا ربنا بيديك مغفرة مجانية لكن من ضمن شروطها التوبة، ما لا تتوب يبقى لا تستحق المغفرة، لا تتوب يبقى لا تستحق المغفرة، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، في لوقا 13:53 كررها مرتين في الإصحاح واحد. لكن هي مغفرة مجانية برضه، لأنها مغفرة من حكم